شارع بأكمله نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم الخدمات الصحية بالتخصصات كافة. وفي مؤتمر صحفي أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق شارع الخدمة الصحية في تقديم خدماته للمواطنين بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله. احنا موجودين في وزارة الصحة والسكان مشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال شارع الصحة في فعاليات مهرجان العالمين النسخة الثانية. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات العالمية. كل سنة بنحاول ننمي المهرجان سنة عن الأول عن اللي قبلها. السنة دي احنا وسعنا في الأنشطة بشكل كبير. التوسيع في الأنشطة ده كان بيتطلب وجود خدمات صحية. إمكانيات قدمتها وزارة الصحة إمكانيات عظيمة، يعني يمكن العيادات المتنقلة مع الإسعاف. المؤتمر الصحفي لم يخلو من الحديث عن الخدمات الصحية كافة التي تقدم في كامل الجمهورية وليس في مدينة العلمين فقط، كما شهدت الجولة لقاء السيد الوزير بعدد من الأطقم الطبية الوافدة من محافظات عدة من جميع أنحاء الجمهورية. نهاية المؤتمر الصحفي تعلن بداية وجود شارع الصحة بمدينة العلمين الجديدة لكي يستفيد من خدماته ليس فقط رواد العلمين ولكن الكثير من سكان المناطق المحيطة. احنا النهاردة بنحتفل بتدشين خدمة شارع الصحة في مصر، والخدمة دي موجودة علشان تأمين الساحل الشمالي وضيوفه، وشاكرين جدا للشركة المتحدة ان هي وفرت لنا كمان يوم ترفيهي في اطار العمل ان هو من باب الترفيه على الاطباء. الشركة المتحدة بصراحة عملوا مجهود رائع، يعني فترة قصيرة كمان حاجة يعني مبهرة. لفتة لطيفة جدا من سيادة الوزير ان هو يهتم بابنائه طبعا الاطباء. مبسوط جدا بالتجربة ككل ومتحمس لبقية اليوم ان شاء الله. التنظيم حلو جدا والفايبس عموما حلوة قوي ما شاء الله. زيارة بعض معالم العالمين الجديدة كانت جزءا من زيارة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والسيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. شملت منطقة النورث سكوير الترفيهية والمسرح الروماني بالمدينة التراثية بعد التطورات المعمارية الأخيرة. أحمد زكريا، الحياة في العالمين.